صباح الخير مشاهدينا، اهلا بكم معانا في حلقه جديده من حلقات برنامجنا شباب على الهواء. في برنامجنا دايما بيكون معانا نماذج من الشباب، وبنتكلم برضو عن موضوعات بتهم الشباب، لكن النهارده موضوعنا هيكون مختلف. النهارده نتكلم عن قد ايه تنوع الثقافات بيفيد جدا، وبيخلينا نتعرف على شعوب مختلفه، بنعرف بيلبسوا ايه، بياكلوا ايه، بيسمعوا ايه، تفاصيل كتير جدا نحاول النهارده نعرفها من ضيوفنا اللي هيكونوا معانا في الاستوديو، اللي قرروا ان هم يتجهوا ويهتموا اكتر بالثقافه الكوريه. من فتره، من كذا سنه، واحنا شايفين ان كتير من شبابنا بيهتم بثقافات مختلفة، وثقافة الكورية منهم، وبيتابعوا منها الدراما والأغاني بشكل يعني غير طبيعي، وبنشوف ان في كتير جدا من شبابنا مهتمين بالموضوع ده. علشان كده قررنا النهاردة يكون معانا بنتين جمال جدا، قرروا ان هم ياخدوا التجربة دي ويعرفوا اكتر عن كوريا، يدرسوا كوري وكمان يعرفوا اكتر عن الثقافة الكورية كل واحد في مجاله. ده اللي هنعرفه اكتر منهم لما نستضيفهم. ومعايا في الاستوديو بنتين قرروا ان هم يعرفوا اكتر عن الثقافه الكوريه، يعرفوا تفاصيل عنها، يهتموا بيها، يتفرجوا على مسلسلات الكوري، يسمعوا اغاني كوري، يهتموا كمان بالازياء الكوريه، وده اللي احنا نتكلم عنه النهارده. نتكلم عن كوريا بشكل عام. اهلا بيكم، انتم منورينا. انا معايا نريمان طلال، مصممه ازياء كوريه. ازيك يا نريمان؟ اهلا بيك. ومعايا مروه سعدات، مؤسس جروب الارمي المصري لفريق البي تي اس. مظبوط، صح كده؟ مظبوط، منورنا. اهلا بيكي. انا عايز اعرف ليه كوري؟ يعني ابتدي مع مروه. مفيش مشكله. ليه كوري يا مروه؟ انا بالنسبه لي بدات اتفرج على كوري من وانا صغيره قوي، من 2002 و2003 كان بيجي على القناه الثانيه على التلفزيون. شدني القصه بتاعه المسلسل في الاول، وحلقاته صغيره او قصيره بس في نفس الوقت احداثها كتيره، فكان ممتع، افكاره كانت مختلفه، فبدات من هنا. وبعدين من في حد عندك في البيت كان بيقعد يتفرج معاكي؟ كلنا. كلكم؟ ايوه، عشان كده كنا بنستنى المسلسل، كلنا بنبقى قاعدين نتفرج سوا. منهم ناس بطلت ومنهم ناس لسه مكملين معايا. بس انت من 2002 وانت بتتفرجي على كوري، يعني انت المسلسلات اللي كانت بتيجي على التلفزيون بديتي ان انت بقى من ماي هارت تركزي اكتر. بالظبط. وبعدين بدات اتفرج على قناه كوريا تي في، فمنها شفت ان مش بس في دراما، في اغاني كمان، او حاجه اسمها كي بوب او الاغاني الكوريه، فعرفت فرق بس، فبقيت بتفرج على الدراما والكي بوب كمان. تمام، ده جميل. ده دي كانت البدايه وانت لسه صغير. وانا صغير. طب استني ما نروح لنريمان. نعرف نريمان ابتدت ازاي مع الكوري؟ ابتديتها برضو بدراما. برضو بدراما؟ هو كان بالصدفه، كنت بقلب في التلفزيون ولقيت مسلسل شدني فكملته، اتفرجت عليه للاخر، فحبيت ان انا بقى ايه اتابع المسلسل للاخر واعرف هو ده، كنتش اصلا اعرف ده صيني ولا كوري ولا ايه، كنتش عارفه اي حاجه بقى وقتها. لحد ما عملتي سيرش وعرفتي ان ده؟ عملت سيرش بقى وعرفت ان هو مسلسل كوري. بدات بقى اندمج في المسلسلات وحبيت التاريخ بتاعهم، ثقافتهم. يعني انت المسلسلات اللي كنت بتتفرج عليها هي اللي خلتك اساسا تفكري تشوفي الناس دي ثقافتهم ايه، بيعملوا ايه. فيها حاجات مقاربه لينا برضو، فحسيت اللي هي لا استني قولي لي ايه الحاجات المقاربه. حاجات مقاربه لي. انهم الاحترام الكبير عندهم حاجه مهمه جدا. التجمعات العائليه عندهم حاجه مهمه برضو، لسه محافظين على الحاجات، لسه محافظين عليها، والتراث بتاعهم محافظين عليه، زي مصر برضو لما محافظه على التراث بتاعهم، محافظين جدا على تراثهم، دايما يجددوا في التراث بتاعهم، يعرفوا. قولي لي يا نريمان، انت اصلا بتصممي ازياء ولا انت جايه تصميم الازياء معاكي من اللبس الكوري؟ لا، هو جاي من اللبس الكوري. انا اول كان نفسي من زمان جدا ان انا اتعلم البس اللبس الهامبوك، اللبس التقليدي بتاعهم من المسلسلات. كنت اتفرج على مسلسلات كده احسهم زي الاميرات كده. ايام زمان. بتتفرجي على مسلسلات تاريخي او يعني تاريخي؟ فكان هما بيلبسوا فساتين عامله زي السندريلا كده. فكنت اتمنى البسها. ففي مصر ما كانش في حاجه متاحه خالص بالمنظر ده. يعني انت اصلا تفكيرك من انك تروحي للهامبورج كان ليكي، يعني انت عايزه تلبسي اللبس ده، حاساه يبقى لبس مناسب ليكي. كان شكله جميل جدا، نفسي اجربه. نفسي اجربه،
كان ما جات ليش فرصة لنا ألبسه في مصر، وطبعا مش هقدر لنا أسافر كوريا عشان ألبسه. ما هو اللبس ده شبيه شوية بلبس تاريخي برضو كان عندنا فترة من فترات، بس طبعا مع الوقت والسنين ما بقاش موجود، وبقى اللبس حاجة تانية خالص. لكن هم محافظين هم على محافظين عليه، وفي نفس الوقت بيحطوا اللمسات التقليدية دي في الملابس العصرية بتاعتهم. زي كده في مصر لما احنا مثلا نبقى لابسين مثلا زي فستان وحاطين مثلا كلفة سينوية من زي التقليد القديم، بس في نفس الوقت ده فستان. مثلا الحروف الكورية مثلا حاطينها على التيشيرت بتاعهم او حاجه، يعني بيحاولوا اللي هم يعملوا ينوعوا يعملوا دمج بين القديم والجديد، انهم يحافظوا على الثقافه بتاعتهم، حتى لو اللبس اللي بيلبسوه لبس يعني مستحدث زي بقيه اللبس اللي الناس بتلبسه. يكون لبس عادي نقدر بيه نروح الشغل، نقدر نروح الجامعه، ما يكونش ملفت زي زمان. لان زمان غير دلوقتي، ده جيل وده جيل، ده زمن وده زمن. تمام. طيب هرجع لك يا مروه. ومروه فريق البي تي اس اتشهر جدا خاصه تقريبا من 2015. لا في مصر لا، ما اتشهرش في 2015. بدايه الطلعه ان هو يتشهر انترناشونال كانت في 2017، بس معانا هنا في مصر من اواخر 2018 كده. يعني هو ما ابتداش في مصر من 2015 زي ما سمعت. لا، احنا كنا موجودين من 2013. يعني انتوا موجودين من قبل من وقت ما طلعوا بالنسبه لي. يعني هم طلعوا 13/6/2013، انا عرفتهم 24/6/2013 بعد ما طلعوا ب 10 ايام. بس فبعدين بدات ان انا اتابعهم، اعرف كل حاجه عنهم. من كتر ما انا حبيتهم انه انا كنت عايزه اتكلم عنهم بشكل كبير جروب علشان نشوف مين تاني بيحب بي تي اس معايا يا جماعه، مين تاني ارمي في مصر. احنا كنا عارفين بعض، الكوميونتي بتاع الكي بوب كله احنا كنا متجمعين في جروب، في فرق اقدم منهم وفي فرق جت بعدهم، فيعني كان في ناس برده معجبه بيهم وكده، فعملت جروب انه كلنا نتجمع مع بعض. بس فبعد بعد الجروب احنا قربنا من بعض، اتصاحبنا، طب احنا عايزين نتقابل بقى، انا عايزه اشوفكم، احنا اتعرفنا على بعض وقربنا من بعض وكده. فابتديت ان انا عملت اول ايفنت كان في 2015. الجروب عملته في 2014، الموضوع اخد مني سنه. بس اول ايفنت عملناه كان في 2015، كنا 9 بنات. اخر ايفنت عملناه كنا معديين 400 شخص. فيعني النقله حاجه تانية. بس انا بعد ما عملنا الجروب وكده، الموضوع كان انه طب احنا كتير واحنا بنحبهم وبنحبهم قوي، متاثرين بيهم، عايزين نوصل لهم ان احنا موجودين هنا، ان ليكوا فانز في مصر بيحبوكوا. فبالتالي عملت الاكونت بتاع تويتر او الفان بيز على تويتر، لان هم كانوا موجودين على تويتر اكتر حاجه. عملت بيج على تويتر وفيسبوك وانستغرام علشان نوصل ان احنا هنا، احنا بنحبكوا، احنا بنعمل بروجكتس ليكوا علشان نقدر نوصل لكم. تواصلنا طبعا مع المركز الثقافي الكوري، هو كان بيعمل مسابقات من فتره للتانيه، مسابقات للرقص والغنى. ففي 2015 كان اول مره نحضر كفاندوم رسمي، او انه يعني احنا ارمي. الارمي ده اسم الفانز بتوع بي تي اس. فكنا اول مره بقى ننزل انه الارمي حاضر الحفله، وكنا معلقين بانر كبير وكده، فيعني كان بالنسبه لنا حاجه كبيره قوي وقتها. بس من بعدها بقى ابتدينا ان احنا نعمل ايفنتس، والايفنتس بقت لا يا جماعه احنا كتير قوي، طب نعمل بقى كونسرت او نعمل حفله. بقى من الحفله بنعمل مشاريع وهكذا. قررنا ان احنا نغير ستايل الحفلات شويه، نعمل بروجكتس ثانيه غير الحفلات. وبعدين ما قعدناش في القاهره كده عن الحفلات. اوكي. لما بتكوني بتحبي حاجه، او بالنسبه لي يعني بالنسبه لنا كلنا مش ليا شخص لوحدي، لما بحب حاجه ببقى عايزه ان انا اقعد اتكلم عنها مع الناس بيشاركوني نفس اهتماماتي. ان انا وانا بسمع اغنيه انا عايزه اتفاعل معاها واغني معاها وكده. فاحنا بنعمل ايه؟ بنشوف مسرح او قاعه بنأجره وبنقعد فيه كلنا، وبنشغل الفيديوز بتاعتهم على الداتا شو. في كمان ارمي بيكون عندهم تالنت ان هم بيعرفوا يعملوا دانس او بيغنوا، فبيطلعوا ناخد لقطات من الحفلات اللي انتوا بتعملوها. دي حفله نشوفها معاكي.
ايوه في ارمي بيبقى بيعرف يعمل دانس او بيغنوا، بنطلعهم برضه عشان يشاركونا بمواهبهم دي. في ناس بتبقى عندها سمول ملو، حاجات اكسسوارز، حاجات يدوي كده، فبرضه بنخليهم يعرضوا شغلهم في الاماكن دي، بنسبورت بعض. احنا شويه يعني شويه صحاب بيحبوا بعض، ما نعرفش كتير قوي عن حياه بعض غير الحاجات الاساسيه، بنحب بعض، متجمعين على حب نفس الحاجه، عايزين نهايب عليها كلنا، فبنسبورت بعض في اي موهبه عندنا. بس ده بيكون ملخص اليوم، بنطلع منه مبسوطين، خرجنا طاقه كبيره قوي قوي، طالعين انه الله اليوم كان حلو، عايزين نكرره تاني، طب امتى المره اللي جايه وهكذا. لا بس فكره لطيفه جدا، انتوا بتنسقوا مع مركز ثقافي الكوري ولا انتوا مش في ايفنتس بتكون تبعهم وفي ايفنتس بتكون لوحدنا من تنظيمنا احنا. يعني الموضوع بدا الاول بايفنت صغيره، ان احنا مثلا في جنينه او في حديقه او كده، وبعدين ابتدينا ان احنا نروح في مسارح او قاعات اكبر فاكبر فاكبر لان عددنا كان بيكبر. وبعدين ما عادش بس ان هو حفلات، احنا بقينا انا يعني اتاثرت ببي تي اس قوي، هم علموني حاجات كتيره قوي، يعني شخصياتهم ومعاني كلمات اغانيهم وكل حاجه كانوا بيعملوها كانت فيها حاجه مختلفه انا كنت بتبسط بيها. فانا من كتر ما كنا بنحبهم كنت عايزه اوري الناس هنا في مصر انه هم اثروا علينا بشكل ايجابي قوي قوي. فابتدينا انه احنا الحفلات طبعا بيكون بندفع ايجار وحاجات في المسرح وكده، بيكون طالع شويه فلوس، بعدها احنا بنتبرع بيهم في عيد ميلاد كل ممبر من الفريق، هم 7 اعضاء، فمع كل مناسبه احنا بنعمل تبرع لجهه معينه. فالموضوع يعني تخطى انه احنا الله انا حابه الاغنيه دي او عايزه اسمع الاغنيه دي، لان احنا بقينا بنعمل حاجات كتيره قوي بسببهم. يعني هرجع لك بقى في الحاجات الكتير. أيوة. بس الاول هروح للنريمان، علشان النريمان برضو في حته مختلفه من الكوري. انت مهتمه بالزي الرسمي بتاعهم الهامبوك اللي كتير مننا ما يعرفوش، احكي لي بقى يا ست الكل عن الهامبوك. انت حبيتي تلبسي اللبس ده عشان حاسه ان هو شبه لبس الاميرات ولايق عليكي، دي حاجه جميله جدا. اول هامبوك عملته هو اللي معروض على الشاشه. هامبوك بينك صنعته لاول مره. وكنت سعيده جدا ان انا كنت مع زوجة رئيس كوريا السابق. لما نزلت مصر كنت قاعده جنبها. احكي لي بقى رهبه الموضوع كان ايه؟ طبعا كان في توتر الاول، بس لما شفتها جايه بالهامبوك وبتبتسم لي مبسوطه ومتواضعه وقعدت جنبي وبتكلمني عادي اهلا ازيك وكده، حسيت اللي التوتر راح شويه. بس وقضينا. انت كنت لابسه هامبوك ساعتها؟ كنت لابسه هامبوك زيها. كنا احنا الاثنين لابسين هامبوك. انتوا الاثنين بس اللي في احنا الاثنين بس اللي كنا لابسين. هو كان زي مؤتمر صغير كده، حاجه كده يعني للمراسلين الفخريين. واديتها هديه، هامبوك صغير، هديه مني، وهي ادتني هديه مضيت عليها. يعني حسيتي بايه بقى وانت بتاخدي هديه؟ احساس طبعا رائع. حسيتي ان انت يعني حاجه ما كنتش متخيله خالص ان انا اقابلها صراحه. يعني هي كانت حاجه جميله جدا كتبت لي في ذكرياتي. طب قولي لي، الهامبوك صعب ان انت تعمليه؟ يعني انت لما ابتديتي ان انت تصمميه كان سهل زي ممكن تصممي اي فستان ليكي؟ لا طبعا مش سهل خالص، هو محتاج وقت ومحتاج شغل كتير ودراسه. انا كنت اخدت كورس اونلاين من كوريا في وقت كورونا، وقعدت اتعلم واحاول واسمع واترجم. كان موضوع صعب قوي، اترجم كل مقطع، اترجمه واحاول ان انا اعرف هو هستفاد ايه من المقطع ده وهعمل ايه. وبدات ان انا اتعلم واغلط واتعلم من غلطاتي. يعني على قد ما كورونا كانت يعني حاجه صعبه جدا، بس حاولت على كل الناس استفاد. لكن برضو كانت حاجه مميزه في حياه بعض الاشخاص اللي استغلوا الفتره دي. قاعدين في البيت بقى مش ورانا حاجه. لا ما في ناس كتير برضو استغلني ما لهاش لازمه، بس يعني انت من الناس اللي استغلت الوقت ده في انها تعمل حاجه كويسه، حاجه مفيده، اتعلمتي حاجه جديده مختلفه، ابتديتي ان انت تعملي حاجه من الاحلام اللي انت بتحلمي بيها، فدي حاجه لطيفه جدا. ايوه كملي. وبعدين كده خلصته اللي لبسته وصورت بيه وريته صحابي.
انبهروا قالوا لا ده اول مره وبجد جميل جدا. لا انت وقعدوا شجعوني. يعني انت ما كنتيش اصلا بتعرفي تعملي ازياء قبل كده ولا كنتي بتعرفي تعملي اي الهامبوك؟ لا اول مره. لا الهامبوك كانت اول مره، لكن انت كنتي بتعرفي حاجات تانية بسيطه لان هو مش درجه الواو، لان انا اصلا اداره اعمال جامعه عين شمس. يعني حاجة بعيدة تماما عن تصميم الأزياء، بس الحاجات خالص. البسيطة اللي انت بتعمليها كنت بتعمليها هواية. انا عندي هواية من زمان، الخياطة مثلا، تطريز. بحب الهواية اللي هي اخلي الحاجة بتاعتي مميزة عن الآخرين. يعني انت بتضيفي لمساتك على حاجتك انت الشخصية. لكن انك تعملي حاجة زي كده، دي كانت اول مرة بقى ان انت كانت تعملي. اول مرة. تمام. ولما بدأت بقى اعمل لقيت نفسي حابة ان انا اعمل اكتر، يعني حابة اعمل حاجة تانية بتصميم تاني. يعني اشوف مثلا في الدراما حاجة اقول دي لو اتعملت بزاوية مختلفة مع لمسات تانية كانت هتبقى احلى من كده. اللي هو بديها لمساتي، فقول يا لو انا اللي كنت عاملاه، يعني لو انت كنت هعمل فيه حاجات كتير. بس انت بتعتمدي في انك تصممي الهامبوك بخامات او بماتيريال مصري ولا لازم تجيبي الخامات من كوريا؟ هو الخامات المصري صعب تتعمل بيها، نستبدلها بخامات تانية. يعني انت بتجيبي خامات من كوريا ولا صعب؟ لا بستور بستورد بس مش كوريا، مش من كوريا. بستورد احيانا من مثلا بنشوف اماكن في مصر نجيب منها البدائل بتاعته. تمام. لكن هو من الحرير وفي انواع ليه كتير. تمام. لكن انت في المجمل العام بتاعك لازم تحطي التاتش بتاعك في الهامبوك. زي قبل كده عملت التاتش بتاعي لما السفاره كلمتني علشان اعمل هامبوك، حبيت اللي يكون فيه لمسات مصريه. فعملت زي التقليد الهامبوك، وفي تحت في القنار بتاع الجيبه كتبت عملت رساله فرعونيه بالورق الذهب على الجيبه من تحت، فزي تقليدي لكن من تحت حروف فرعونيه ومن الايد ومن فوق حروف كوريه، بحيث يكون في نسبه وتناسب في يعني عملتي دمج بين الثقافه المصريه والثقافه الكوريه. غير اللي حتى الحجاب لما جيت اعمله عملت فيها عين حورس ودخلت عين حورس جواها كوريا عشان يرمزوا ان عين مصر وكوريا بيحموا بعض. حلو، جميل الفكره دي. هم رحبوا بالفكره دي لما عرفتيها؟ طبعا انبسطوا جدا، والسفير انبسط جدا بالفكره وحبها، وعملنا فيديو بالتصميم. تمام. طب هنرجع لمروه، وكلميني مروه اكتر على التواصل بقى. هل في تواصل مع البي تي اس؟ عارفينك وعارفين ان انتوا الارمي بتاعهم هنا وبيهتموا بالتفاصيل دي ولا مشغولين؟ بصي، كان من البدايه اصلا واحد من اسباب ان انا معجبه ببي تي اس قوي ان هم دايما بيكونوا على تواصل مع الفانز بتاعهم، مش بشكل دايركت او مش بانه ده الارمي المصري او الارمي مثلا من بلد تانية، لكن هم بيحاولوا ان هم يكونوا اكتف دايما على تويتر، ينزلوا كل حاجه ويتكلموا مع الفانز، خصوصا كان في بداياتهم. فبدانا من 2015 نعمل ايفنتس وحاجات، وجينا في 2018 بعتنا لهم هدايا. احنا بعتنا ايميل لباجهات الشركه بتاعتهم ان احنا عايزين نبعت لهم هدايا تعبر عن حبنا، يعني كل واحد مثلا هو بيحب ايه، بيشوف ايه، وتبقى بلمسه مصريه برضو في النهايه، او بحاجه مننا من عندنا هنا، ان احنا نوصل لهم انه في هنا حاجات انتوا تقدروا تشوفوها وتعملوها. وفعلا الهدايا وصلت لهم، الشركه قالت احنا في انتظار الهدايا بتاعتكم وبعتناها. وبعدين في 2019 في برنامج، قولي لي ايه الهدايا منها؟ كانت حاجات كتيره قوي، يعني كان كل ممبر ليه كذا كذا حاجه. كان اول حاجه عملناها انه كتاب فيه صورنا وحاجتنا بتجمعاتنا كلها والايفنتس اللي عملناها. وكتاب تاني لانه مش انا بس اللي اتاثرت بيهم، احنا معظمنا مر بحاجه زي كده. فكان فيه زي مسجز ليهم انه احنا مثلا عرفناكم في الوقت الفلاني وحصل كذا وكذا وكذا، زي بنتكلم معاهم، بنحكي لهم احنا عملنا ايه، هم عملوا ايه في حياتنا، ونقول لهم ثانك يو على الاوقات اللي قضيناها سوا، يعني حتى وانتوا مش موجودين فيها، بمجرد اغانيكم والفيديوز بتاعتكم انتوا كنتوا موجودين في حياتنا، فاحنا حبينا نوصل لكم ده.
ده كان تاني بوك. وبعدين شفنا كل واحد بيحب ايه وعملنا هيرو، يعني مثلا ار ام او الليدر بتاعهم هو بيحب الحاجات الكول او كده، فاحنا عملنا له سلسله على بوليت والنقش بتاعتها فيها حاجات فرعونيه، فكنا عاملين الميكس ده. مثلا جين بيحب سوبر ماريو، فاحنا كنا عاملين له الستار بتاعت سوبر ماريو وكاتبين عليها من ورا جين بالعربي. يونجي بيحب البيانو قوي وبيحب الكتابه جدا، هو اصلا اللي بيكتب الليركس بتاعت الاغاني بتاعتهم، واحد من اللي بيكتبوها، هما كلهم بيشاركوا فيها يعني. فاحنا عملنا له قلم مكتوب عليه اسمه وعليه نقشة بيانو وهكذا، يعني كل ممبر كنا بنشوف هو بيحب ايه نحاول ندخله بصوره انه نعمل ميرج ما بين الحاجه اللي انت بتحبها وحاجه هنا عندنا في مصر توريك قد ايه احنا بنحبك. رد فعلهم على هداياكوا ايه لما وصلت لهم؟ في العادي هما بيدوش اي رد فعل على اي حاجه بتوصل لهم، بس بنشوف ان مثلا موجود في الاوضه حاجه او معمول حاجه او كده، فبنبقى خلاص اطمنا واطمنا ان الهدايا وصلت لهم. وجينا في 2019 في ابلكيشن اسمه ويفرز، ده بيبقوا هما بيتواصلوا فيه من خلاله مع الفانز يردوا على بوستس وكده. فاحنا نزلنا في مره بوست عن هما عاملين لاين اسمه بي تي 21 دولز، يعني الكاركترز بتاعتهم او كل ممبر منهم ليه كاركتر، فكان تشيمي ده الكاركتر بتاع جيمين. كنا مصورينها في اماكن في مصر كتير، في اسوان وفي حاجات وكده، فاحنا نزلنا البوست ده على ويفرز، فيونجي واحد منهم رد وقال انه تشيمي محظوظ ان هو شاف الاماكن دي يعني. فاحنا وقتها فرحنا قوي ان هو مش بس رد على بوست لينا، ده كمان بوست متعلق بحاجات عن مصر، اماكن في مصر، وان هو لف اكل اكل مصري كان منها صور فيها كشري وكده، فكنا مبسوطين قوي 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 بده. فبالنسبه لنا كانت حاجه كبيره قوي يعني، وقتها نكاد نكون عملنا فرح، احنا ما كناش مصدقين انه يونجي رد علينا، يونجي رد علينا. طب قولي لي مروه، انت قلت لي في البدايه ان انتوا اغلبكم او كلكم اتاثرتوا بالبي تي اس جدا، وكل حد فيكم اتاثر بشكل مختلف. خليني يعني اعرف كده منك، انت اتاثرتي ازاي؟ اثروا في حياتك ازاي؟ اوكي، هي الموضوع بيرسونال شويه، بس انا في 2013 وقتها انا كنت ثانويه عامه، عملت حادثه وقت امتحان الفيزياء بتاعي، وحاسه ان انا هدخل في تفاصيل كتيره قوي، لكن اوفر اول كان المفروض انا ما عرفتش اكتب في الامتحان واجلت السنه، فكان حصل حاجات كتير قوي عندنا في البيت انه لا انا اهتم بالعلاج بتاعك وكده، وانا كنت شايفه ان انا تعبت قوي ولا انا مش هينفع اضيع اللي انا تعبت فيه يعني. فوقتها كانت الاغاني بتاعتهم سبورتيف قوي، كانت بتتكلم تقريبا عن نفس الافكار، انه ما تعيش في ما حد تاني غير بتاعك، انت حدد اللي هيحصل او اللي انت عايزه، دي حياتك انت مش حياة حد تاني، حرار وهكذا. فكان كل موقف انا بعدي فيه كان كل موقف انا بعدي فيه كنت بحس ان الليركس بتاعت الاغاني بتاعتهم كانها بتقولي تمام كملي اعملي، وبتحكي عن حاجه انت عايشاها، حاجه انا عشتها. بس فكملت ودخلت الكليه بتاعتي، انا ما تخيلتش ان انا اكون في المجال ده، يعني حصل حاجات كتيره قوي وقتها، انا اخصائي تخاطب. لو كان حد قال لي قبلها ان انا هكون في المجال ده انا ما كنتش هصدق، ما كنتش بعرف اتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصه، ما تخيلش ان انا اكون واقعه في غرامهم بالشكل ده. لكن بعدها انا كل حاجه في يعني انا لو كنت دخلت الامتحانات وقتها كانت حياتي هتمشي بترتيب، وعشان انا اخدت القرار انه لا انا مش هعمل ده، انا هركز وهعمل اللي انا عايزاه، وطلعت وقلت لهم انه يا جماعه لا دي حياتي انا اللي هقرر، وانا هعمل 1 2 3، حياتي اخذت مسار تاني تماما بسبب بي تي اس. كانوا جزء كبير من ده طبعا مع توفيق ربنا والتدابير وكل الحاجات دي كلها، بس اقصد ان وقتها كانوا هم عامل كبير قوي قوي في ده. تمام، اروح لك نريمان. ونريمان، احلامك وطموحاتك ايه بقى بالنسبه للكوري؟ يعني عايزه تكملي ايه، تعملي ايه؟ ان شاء الله هفتح براند، علشان براند للهامبوك زي التقليد الكوري واللمسات الكوريه، علشان لكل حد كان نفسه يلبس هامبوك زيي وكان حلمه ان هو يجرب الهامبوك، او للكوريين اللي موجودين هنا يبقى في مكان مخصص يقدروا ان هم يكون في مكان مخصص يقدروا يلبسوا يجربوا زي او يجيبوه يجربوه مثلا في الاهرامات، يلبسوه يصوروا فيه في اماكن المصريه. انا بتمنى لك ان انت تحققي اللي انت عايزاه، وبشكركم، انتوا نورتوني نريمان ومروه، نورتوني، وكانت حلقه لطيفه جدا، انبسطت معاكم جدا، بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا. كده خلصت حلقتنا، بفكر حضراتكم كل يوم بيكون فيه فريق عمل جديد من شباب على الهواء.